جوزيه مورينيو هو اللي يعرف يحل الاشكال اللي في الفرقه، الفرقه عندها ازمات في غرف الملابس، اريكسون متخانق مع فيرترونج، الموضوع الصحافه كلها عارفاه، جماهير فنلندا قاعده طول المباراه بتقول فيرترونج روح شوف، بتقول له اريكسون روح شوف فيرترونج عندك في البيت، الموضوع بقى كارثي في غرف ملابس توتنهام، فمحتاج واحد مجنون زي مورينيو، مورينيو اول ما بيخش غرف الملابس الموضوع خلاص تم السيطره عليه، شخصيه قويه، مدرب عنيد، هو نجم الغرفه، الموضوع خلاص اتقفل. Of what happened in the Sheffield United game when he didn't make a challenge. I mean, then he runs up to him, he pushes Lo Celso in the way almost there, doesn't he? Yeah. I'm not quite sure. That's a token. Yeah. Is that a healthy, is that a healthy conversation? I've been involved with this before. I've seen it with Steve McManaman and Bruce Grobbelaar, and it, in a way... 4-2-3-1 بتاع توتنهام فيها مشكلة غالبا كده، ما عندهم صناعة ألعاب، فبيحاولوا إن هم يحطوا أي حد في المكان بتاع المركز 10 ده، بس بيعانوا معاناة كبيرة جدا، مش لاقيين حد بديل لأريكسون. طب مشوا أريكسون ليه؟ اتكلمنا في الحاجات دي. طب بالنسبه بقى لسون، لا ما سون هيخش شويه وبعد كده يروح مكانه لوسيلسي، وبعد كده لوسيلسي يغير مع لوكاس مورا، ولوكاس مورا يخش مكانه علشان خاطر نعمل حاجه مفاجاه للخصم. طب قشطه، الكلام ده عادي وحلو. طب مستنيين دعم من بنديفيز واوريك؟ لا، على الله التسعيد. طب مين الديفندر، سوسوكو ولا هاري وينكس؟ مش عارفين، لما نشوف مين الديفندر ومين فيهم البوكس تو بوكس هنبقى نفهم. هما الاثنين ممكن يكونوا بوكس تو بوكس عادي، لان الاثنين ما بيعرفوش يلعبوا ديفندرات. طب عادي، سيبنا من توتنهام، عندهم مشكله من اول الموسم والموضوع بالنسبه لهم باين. طب بالنسبه بقى لايفرتون الخصم، ايفرتون برضه ممكن عنده نفس المشكله من اول الموسم، ان هو عنده مشكله على الاطراف، سيجارسون بيقدم موسم سيء وبرناردو كمان بيقدم موسم سيء، اما اليكس يوبي فهو اساسا سيء، يعني متفاجئ ان الماتش طلع وحش. لا عادي، الحياه حلوه، مش مهم الماتش يطلع وحش، بس المهم ان احنا مبسوطين. يعني توتنهام كسبانه والحمد لله ربنا كرمهم وينطوا المركز الثامن. طب المركز الثامن ده لا يكون يعني مفيد للتاهل، لا هو تاهل، حتى لو تاهل هيبقى اليوروبا ليج، اليوروبا ليج اللي جمهور توتنهام بيتنطط عليه بيقول لك ايه يوروبا ليج، ايه ده هو سام شتال دلوقتي يوروبا ليج؟ يعني هو انا اعرف ناس كتير قوي في بدايه الموسم كانت بتقول لي مش مهم ان احنا نمشي بوتشيتينو، المهم ان احنا نجيب مورينيو عشان مورينيو الراجل بيعرف ياخد بطولات، بوتشيتينو بتاع كوره حلوه ما تلزمناش، لعبناه كتير، بس احنا محتاجين دلوقتي ان احنا نجيب بطوله. كنت بقول له يا صديقي طب ما المشكله كلها في اللعيبه، اللعيبه فيهم ناس زهقت من كتر التجربه مع توتنهام، في لعيبه بقالهم 5 6 سنين مع الفرقه، في ناس ما عندهاش طموح التغيير، في ناس محتاجه تتغير عشان خاطر ما بقتش قادره تدي، في ناس كتيره قوي بدات تبقى خلاص حققها الفرقه وحمل على الفرقه، زي مثلا يمكن تكون كده واحد منهم ايريك داير، اللي هو ايريك داير يعني ايريك داير بيلعب مساك دلوقتي لحد ما نجيب مساك اللي هو مدرس عربي، لحد ما نجيب مدرس عربي. ف بسم الله ما شاء الله، ايريك داير كان فاشل اساسا في موضوع الديفندر والفرقه محتاجه ديفندر، ولما ايريك داير لعب كديفندر فشل ان هو يثبت نفسه، بس كنت بتلعبه معاه واحد يحميه زي مثلا دينيسو سانشيز اللي هو اساسا محتاج حد يدافع معاه، بس يلا عادي كله ده جمهور توتنهام كان بيقول لك انا عايز اوصل للدوري ابطال اوروبا، اللي هو حاطط رجل على رجله وبيتنك وانت مش عارف على ايه اساسا يعني، بس سبحان الله يعني الكره عماله تديله حاجات كتير قوي وتقول له لا يا اسطى العيب ما كانش بوتشينو، العيب كان اكبر من بوتشينو. يعني انا فاكر تصريح بوتشينو قبل بدايه الموسم كان بيقول يا جماعه لو محتاجين ان انا اخد الدوري وانافس على الدوري انا محتاج لعيبه ومحتاج اجيب صفقات للنادي، اما غير كده انتوا مش محتاجين مدرب، انتوا محتاجين ساحر حرفيا، لان مش صعب جدا ان انت تنافس بالفرقه دي دلوقتي على الدوري. بس عادي لما بوتشينو الفرقه كانت بتخسر العيب في بوتشي، بوتشي خلاص بوتشي لازم يتغير. جبنا جوزيه مورينيو قلنا خلاص مورينيو بقى يظبط الدنيا بالنسبه لغرف فرع الملابس والفرقه مش طايقه بعض وكلام، مورينيو هيجي يظبط الدنيا. طب ليه يا مؤمن واحد زي كابتن الفرقه زي هوجو دوريس يروح يتخانق مع سون في اخر الماتش على كوره او مش عارف على ايه؟ انت رايح ليه؟ طب انت واحد من كابتن الفرقه استنى لما تخش الممر يا ابني، ولا خلاص يعني الحزقه بتاعت العصبيه بتاعتك لازم تطلع دلوقتي وهو رايح قدام الكاميرات والكاميرات تجيبك بالطول وبالعرض والناس كلها تقعد تقول توتنهام عنده مشكله في غرف خلع الملابس، توتنهام عنده ازمه، كله هينسى اللقطه اللي انت بتسلم فيها على سول، لان كل ده معروف ان هو دخلت اوضه اللبس خدت الدش البارد طلعت سلمت على سول. بس عيب في حاجه ان انت واحد من كباتن الفرقه تعمل مشكله زي دي، يا جدع مش طايقين بعض جوه غرف خلع الملابس عادي مش مشكله، محدش هيقدر يتكلم في غرف خلع الملابس وهيقدر يدي تصريحات، لان الكلام ده اي حد هيطلع يتكلم فيه هيقول لك ده بيهبدوا، هم كانوا قاعدين معانا في الاوضه، انما لما تقعدوا تشتموا ببعض وتجروا ورا بعض جوه الملعب وجوفانا يوسينسي يقعد يسلك ما بينكم وسوسوكو يغلق تحت باطه اللي هو لا احنا كده بنتخانق في شارع، احنا كده مش بنلعب كوره وننافس على صعود لاوروبا ليج، احنا كده بنهرج والله يا جماعه. انا صدمت في جوزيه مورينيو ان هو مش عارف يسيطر على الفرقه بصراحه، انا كنت متوقع ان جوزيه مورينيو اسم كبير جدا، هو لما اللعيبه دي ما تشوفه هتحس ان في فرق، يعني بوتشينو مع احترامي ما كانش جاي اسم، انما مورينيو ده مورينيو ما سابش حاجه ما خدهاش، والمفترض ان ده مدرب يخافوا منه، لا مش خايفين منه. طب يعني
اللعيبه دي ما تربتش بتفكرها ان هي برشلونه، اللي هو يعني طب اجيب لكم مين تاني؟ اللي انا منتظره حاليا من داني ليفي هي فكره واحده بس، ان احنا نظبط للموسم الجديد، وان احنا شويه الاسماء اللي موجوده معانا دلوقتي دي هنرميها على الطريق ونغيرها بلعيبه ثانيه. غير كده الاستمرار بنفس المنظومه الدفاعيه ومنظومه خط النص هيواجه مشاكل كتير قوي توتنهام. توتنهام عباره عن شويه هجوم استخبى في ضعف جوزيه مورينيو الهجومي كمدرب، لان جوزيه مورينيو مدرب ما بيحبش اساسا فكره ان هو يلعب كره جميله وفكره ان هو يعتمد على جيم مفتوح يستغل فيه الهجوم، اما غير كده فهو بيحب ان هو يلعب دفاعي. فدفاعي مع لعيبه توتنهام اللي ما بتعرفش تدافع اساسا بتخلق مشكله، وانك تلعب كوره عشان تمتع نفسك وتمتع اللعيبه الهجوميه بتاعتك وعرفت تجيب جوان هتواجه برده مشكله ان انت لما الكره ترد. بص هو مورينيو في الحالتين عنده مشاكل، بس المشاكل دي مورينيو هيحلها ازاي؟ يعني هيبني الفرقه على اساس ان الفرقه دي محتاجه تدافع، او هيبني الفرقه دي على اساس ان الفرقه دي محتاجه نكمل على النسق اللي احنا كنا بنلعب بيه مع بوتشيتينو وما قبل بوتشيتينو ومنهج بتاع توتنهام، منهج بنقدم كره جميله وجبنا بطوله خير وبركه، ما جبناش بطوله، اهم حاجه الاداء الممتع موجود. اعتقد ان داني ليفي لازم يفك ايده شويه، لازم بجد يعني داني ليفي يفكر ان هو يجيب لعيبه، وفكره ان انت جايب جوزيه مورينيو عشان خاطر في لعيبه ترضى تكمل في توتنهام فكره ما بقتش محببه، لان ادينا شايفين موقف اللعيبه عامله ازاي. اما الناحيه الثانيه في ايفرتون، الناس عندهم مشروع طويل الامد، جايبين كارلو انشيلوتي، اسم كبير جدا، اسم كاد يكون اكبر من النادي بكتير. كارلو انشيلوتي من ساعه ما جه يعني الراجل بسم الله ما شاء الله واخد نقط يمكن متساوي مع مانشستر سيتي ومتساوي مع ليفربول، وهو واحد من الناس اللي عمال ياخد في النتائج كتير قوي من ساعه ما جه. فالراجل مدرب ممتاز جدا، بال 4 4 2 هي عنده مشاكل في الاطراف، عنده مشاكل ان هو بيحب دايما يلعب جيم دفاعي وبيلعب على المرتدات، بيعتمد على كالفرت لوين وتشالسون، الناس دي ساعات بتفيده في ماتشات كتير، بس في ماتشات ثانيه بتلاقي ان الفرقه عندها مشكله في المنظومه الهجوميه زي ماتش ليفربول اللي رجعوه لعبوه ده، ما كانش فيه غير فرصه واحده بس في نهايه المباراه. عندهم مشاكل كتير قوي في خلال الفرص، عندهم ادمز وعندهم كمان الاسطوره الحيه ابننا جوميز، عندهم مشاكل كتير قوي يعني ربنا يكون في عونهم، بس واضح ان في حاجه جايه للمستقبل، واضح ان الفرقه دي بتحضر حاجه، مشروع ممتاز ناويين يكملوه، وحاجه بداوها وكملوا وكانوا عايزين المدرب بتاعهم المدير ماركو سيلفا ان هو يحقق حاجه وماركو سيلفا فشل فيها، فهم مقررين ان هم لا احنا عايزين مشروع كويس. اما الناحيه الثانيه بقى في توتنهام فالمشروع عكس تماما، واتمنى ان انا ارجع اشوف توتنهام بتلعب كوره جميله تاني، اتمنى ان ارجع اشوف توتنهام بتمتع الناس اللي بتتفرج عليها، مهما كان انت بتشجع مين بس انت بتتفرج على ماتش توتنهام انت مستني انك تتفرج على كوره جميله. الكوره الجميله دي مع مورينيو انا مش منتظرها، بس على الاقل منتظر ان انت غيرت البوتشين عشان خاطر تعمل نتائج، اوكي اعمل نتائج، انما غير كده انت بتهرج.